السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دولي مغربي سابق في ذمه الله. توفي اللاعب الدولي المغربي السابق عبد العزيز براده اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 سنه. واشارت تقارير اعلاميه الى ان عبد العزيز براده اللاعب المغربي السابق توفي بعدما تعرض لسكته قلبيه. وسبق لعبد العزيز براده ان دافع عن قميص المنتخب الوطني المغربي في عدد من المباريات. كما لعب لعدة أندية مختلفة أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي وخطافي الإسباني كما كانت له تجربة في الدور الخليجي رحم الله الفقيد وألهم أهله ودوه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون